إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي من يشاء فيوفقه بفضله، ويضل من يشاء فيخذله بعدله، سبحانه بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، احتجت النار والجنة فقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. فالله عز وجل خلق الخلق وجعلهم قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة وصفاتهم وأهل النار وأحوالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف أي متدلل لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل أي الجافي الشديد الخصومة بالباطل جواب مستكبر. فعلى العاقل ألا يامن مكر الله، فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أعمال بالخواتم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله لو كانت إحدى قدمي في الجنة ما آمنت مكر الله. ولشدة هذا الأمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. فقد دخل شفي الأصبحي المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، قال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت قلت له:
أناشدك بحق لما حدثتني حديثا سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام عقلته وعلمته. فقال له أبو هريرة: أفعل؟ لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، أي شهق شهقة حتى كاد يغمى عليه، أي من عظم هذا الحديث. فمكث قليلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحدا غيري وغيره. ثم نشق أبو هريرة نشقة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه، فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشق أبو هريرة نشقة أخرى ثم فاق ومسح وجهه، فقال: أفعل؟ لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله وأنا معه في هذا البيت ما معنا أحدا غيري وغيره. ثم شهق شهقة أخرى جديدة، ثم مال خاطا على وجهه، فقال شفي الأصبحي: فأسندته علي طويلا ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، نسأل الله السلامة والعافية، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليه حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيته؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال إن فلانا جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتل. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال إن فلانا جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، أي على ركبتي أبي هريرة، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فدخل شفي على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا الحديث، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك. ثم أفاق معاوية ومسح على وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللهم ألهمنا رشدنا واهدنا إذا ضللنا واهدنا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد بكى الصالحون يوم تذكروا العرض الأكبر على الله عز وجل فتقاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. بكوا لأنهم لا يعلمون مصيره، هل سيؤمر بهم إلى الجنة أم إلى النار؟ ونحن والله أحق منهم بالبكاء، لأننا لم نقدم مثل ما قدموا. ومع ذلك إذا صلى أحدنا بعض الركعات ظن أنه مستحق للفردوس الأعلى وأن منزلته لا تقل عن منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخافون على أنفسهم النفاق، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحسن: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: إنه يأتي على القلب ساعة يمتلئ بالإيمان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز إبرة، ويأتي عليه ساعة يمتلئ بالنفاق حتى لا يكون للإيمان فيه مغرز إبرة. فهؤلاء هم سادات القوم من الصحابة والتابعين، وغيرهم كانوا يخافون على أنفسهم الفتنة مع رسوخ أقدامهم وقوة إيمانهم، فكيف لا نخاف نحن على أنفسنا مع تفريطنا وتبييعنا لحدود الله وأوامره؟ ألم تعلموا أن الله أخرج آدم من الجنة بسبب معصية واحدة، وأبعد إبليس عن رحمته بسبب معصية واحدة، وقرب الملائكة إليه من غير وسيلة، وأنه يوم القيامة سوف يقول: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فالله الله في أوقاتنا أن تضيع هباء منثورا، فإن الوقت هو الحياة وهو رأس مال العبد، فإن حافظ عليه كان له دخر في الآخرة، وإن ضيعه كان له حسرة وندامة يوم القيامة. فالسعيد من خاف، ومن خاف أبلج، ومن أبلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارزقنا شربة من حوضه لا نطأ بعدها شربة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم قراة فأكسهم، وإنهم جرحى فداوهم. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم وسدد سهامهم وانصرهم على من عداهم. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.